بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا نشيد مبادرة من مداح الرسول عليه الصلاة والسلام الفنان السالك لمرشح حزب الإنصاف لبلدية الزوارات سعد الله في الوعظ، وهو من كلمات الأجيب الكبير أحمد سالم واليونس، ومن تلحين وتوزيع الفنان صدام والأحمد زيدان. الزم والخطر استعد الصاوي اللي في الوعد يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتياط يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتياط هو الاحتياط. تدعم يكون النظام اخلاقي ودعم بانضباط باش تعزز الانسجام بينات الشعب والارتباط باش تعزز الانسجام بينات الشعب والارتباط. معاكم المرواوتي والنظام والانصاف اخلاق واصوات اليوم الناقد معاكم جنود احتيال واصوات اليوم الناخبين معاكم جنود احتيال. لا خطير الزم والخطر استعد الصاوي اللي في الوعد يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتيال يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتيال هو الاحتيال. لك ما في الخلاف تدعم بير ولا بالواد تدعم بير ولا بالواد وبيدعم لوايح الانصاف وبيدعم لوايح الانصاف وجير على الحروف النقاط النقاط جير على الحروف النقاط وزمور مالي لك وزمور مالي لك وزمور مالي لك وزمور مالي لك زمور مالي لك الأمور وعمد الزمور اللي بقى مناسب يا رب عن زمور أخلا نلايق بلا الحقاء. لا خطير الزمور خطر استعد الصاوي اللي في الواد يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتياط يوم 13 ولا تفتن صاف ولا احتياط